اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان في نجوم دايما بتكون موجوده لكن ورا الكواليس، فحبينا النهارده في عيد ميلاد القناه رقم 11 نجيب لحضراتكم من النجوم اللي دايما بتكون موجوده، واحد اهم عوامل نجاح قناه النادي الاهلي، لكن في واحد ما كانش موجود في الصوره فهو زعلان جدا يعني. لما برحب طبعا بنجومنا اللي مشرفينا ومنورنا واللي دايما بيكونوا موجودين مع حضراتكم ورا الكواليس، لكن النهارده هنتكلم في كواليس بقى واسرار وحكايات اول مره حضراتكم تسمعوها على شاشه قناه النادي الاهلي. والبدايه بالاستاذ احمد البرجاوي، اكيد طبعا كلكم عارفين الاسم من الكابتن محمود بكر الله يرحمه، كان دايما بينكشه على الهواء، لكن النهارده هيحكي لنا بقى كل الحكايات. استاذ احمد برحب بيك. مساء الخير يا عمر. اول حضرتك ايه؟ حبيبي تسلم لي، شكرا. كل سنه طيب. وانت طيب وكل الناس بخير وكل الاهلاويه والنادي الاهلي وكل الناس ان شاء الله تعالى تكون مبسوطه وعيد اضحى سعيد ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. استاذ سمير عكاشه نجم ملعب الاهلي برحب بيك. برحب بك يا عمر، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ومحبيها وعشاقها في كل مكان. استاذ محمد شوارب ملك وكتاب برحب بيك وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا عمر وكل سنه وانت طيب، ومبروك لقناه الاهلي الانطلاقه ال 11. استاذ هاني كمال بقى يعني صوتك ما كانتش موجود. أنا يعني انا عارف انك زعلان جدا. طبعا حضرتك كل سنه طيب، حضرتك واحد من اللي بداوا في طب اهو خلاص اهو ردوا عليك على طول اهو. واحد تاني. شوف بس عشان تعرف بس طبعا برحب بيك. انا عارف ان حضرتك كنت موجود في الانطلاقه لكن دلوقتي خلاص ربنا بقى يعني كرمك وبدات بشغلك الخاص وبقيت واحد من المؤلفين اللي ان شاء الله ليه مستقبل باهر. ابو المخرجين كمان. والمخرجين بس انا بتكلم على العمل الابرز اللي احنا كلنا متابعينه، ابو العروسه واحد واثنين وقبليهم طبعا البدايه كانت مسلسل قلوب، فبرحب بيك ولك كل سنه طيب. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. مبسوط جدا ان انا موجود في الحدث العظيم ده لان ده كيان كبير اتولد على ايدنا. طبعا استاذ احمد يعني احنا بنتكلم في حضرتك يعني واحد من اللي بداوا تاسيس قناه النادي الاهلي وواحد من الناس السينيور بروديوسرز والمخرجين اللي كان الموضوع في الاول بالنسبه لهم مولود جديد بيتولد على ايدك، فانا عايزك تحكي لي بقى البدايه والكواليس اللي احنا واللي انا اول مره اسمعها. بص يا عمر، مبدئيا انا بعتبر نفسي محظوظ طبعا ان انا انتمي للكيان زي كان النادي الاهلي وقناة النادي الأهلي بكل شركائها بكل الناس اللي ساهموا ان القناة دي تظهر في يوم من الأيام. احنا تعبنا وان شاء الله نكون رضينا الناس في الآخر برضو. يعني انا من الناس المحظوظة، لسه بقول انا محظوظ ان انا ارتبط اسمي بالقناة، ان القناة دي طلعت واول واحد قال رول اطلع اظبط كاميرا نطلع على الهواء كان احمد برجاوي، فروحنا طلعنا يعني خلاص دي حدث مش هيتغير في حياتي خلاص، زي ما تاريخ ميلادي يوم كذا، زي ما ربنا كاتب يوم مغادرتي، زي الكلام ده كله كتب يوم 6/8 قناه الاهلي تاريخ قناه الاهلي احمد برجاوي طلع بالموضوع ده، فده شرف ومسؤوليه هتفضل على كتافي طول العمر. القناه طلعت ازاي؟ القناه طلعت ان احنا كان في خطه من مجلس اداره النادي الاهلي لان احنا يبقى المنظومه الاعلاميه تتوسع ويبقى ليها زي ما كان عندها مجله وزي ما كان عندها موقع، كان عايزين نطلع بالقناه وفعلا بدأنا نشتغل على الموضوع ده بشكل سريع ودونا مهلة، قالوا لنا ان هنطلع في ماتش الاهلي واي اس روما يوم 6/8 صحيح، وهنطلع بالاستوديو التحليلي وبعد كده هنقف لفترة الى ان نجهز بقية البرامج والقناة والخريطة ويبقى تمام. وفعلا بدأنا نشتغل بشكل ان احنا نجهز الاستوديو، ديكورات الرجالة، نظبط الكرو. في طريقتين في الشغل، في الطريقه اللي بالطول والطريقه اللي بالعرض. يعني الطريقه بالطول دي يبقى انت عندك معدات وحاجتك كلها فبتشغلها، والطريقه بالعرض ان انت ما عندكش حاجه فبتبدا تدور. انا بعمل قناه الاهلي ما عنديش حاجه، ما عنديش فريم، ما عنديش ماتش، فبدانا بقى نجيب شرايط ومن هنا ونظبط وكرو ناس كلها. يعني فعلا ما كناش بننام، يعني كلنا كنا حابين. عملنا الاستوديو، كان انطلاقه عظيمه طبعا، كان كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن زكريا ناصف، الشيخ طه، كابتن حسام منعم. يعني عملنا ده وقلنا خلاص هنروح البيت نستريح ونروح تاني يوم نفكر ان احنا القناه دي هنبدا نعمل لها ايه. فقال لا، ازاي نطلع قناه على الهواء وتقفله تاني، انتوا لازم تكملوا. طب يعني هنكمل ايه؟ خريطه، مكان. يعني حتى الاستوديو احنا كنا مأجرين في مكان استوديو، ما كانش ملكنا. فقال لا، هو ده الموضوع. ف لقينا نفسنا يعني زي ما الاهلي علمنا، زي ما اتعلمنا منه حاجات كتيره جدا، ان احنا في موقع مسؤوليه، فموقع مسؤوليه لازم نشتغل.
بنشتغل مش نايمين مش شايفين قدامنا تعبانين بنضحك في وش بعض بنهزر بنقول كلمه بنتكلم ده كله بنهون على بعض. يعني انا بشوف هاني تعبان بقول له كلمه اهون عليه، بشوف سمير نفس الموضوع، حد بيشوفني راكن على الحيطه كده عايز انام. فكان يعني الروح دي اللي هي مستمره لحد الان طبعا بوجودنا وبوجود الناس. احنا بدانا الموضوع وتوالى ناس كتيره جدا على القناه لحد النهارده، يعني كلهم يستحقوا الشكر. لو قعدت اذكر اسماء مش هقدر اقول، لان حتى احنا قاعدين هنا وفي زمايلنا جوه طبعاً. شغالين وكل اليوم كل تقدير وكل احترام. المكان محبوب، انت بتتعامل مع كيانين، بتتعامل مع كيان اسمه النادي الاهلي، بتتعامل مع كيان اسمه برزنتيشن، فانت بتتعامل في منظومه محترفه. فدي مسؤوليه، يا اما تبقى قد المسؤوليه يا اما عادي خد جنب واشتغل. فالحمد لله رب العالمين كل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي بدات القناه بدليل ان هي قناه مستمره لحد 11، واحنا هنمشي وهيجي غيرنا وان شاء الله تعالى هتبقى لحد 100. يعني ده سنه الحياه. طيب نروح بقى للاستاذ سمير عكاشه وتحكي لي على الموقف اللي حصل لك مع الاستاذ محمد شوارب قبل انطلاق القناه وقبل ما تنضم ايضا الى القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو يمكن البدايه كانت خالص يا عمر عشقي للنادي الاهلي، فكنت دايما متابع اخبار النادي الاهلي في كل الصحف. فقريت في احدى الجرايد كده في يوم من الايام ان النادي الاهلي والمسؤولين والقائمين على كيان النادي الاهلي بينوا انشاء اول قناه فضائيه خاصه بالنادي. فمن هنا بدا العشق والطموح ان انا اعمل في القناه دي. ودنيت متابع الاخبار دي الى بعدها بعده شهور كده قريت خبر تاني ان بدا القائمين على النادي الاهلي اجتماعات وحاجات علشان القناه تظهر في صورتها الاولى. من هنا بقيت مبسوط لحاجتين، امنياتي ان انا عايز اشتغل في القناه دي، والحاجه الثانيه ان انا مبسوط ان النادي الاهلي اللي بنعشقه هيطلع قناه خاصه بيها ونعيش قدام القناه دي 24 ساعه من درجه عشانها اللي في النادي الاهلي. الى ان ظهر نسر النادي الاهلي كاول يوم على النادي الساد الجرافيكس بتاع نسر النادي الاهلي. جريت وجيت وجبت التردد بتاع القناه وكانت فرحه ما فيش بعد كده لما شفت الاهلي تي في على التلفزيون. جبته ولقيت النسر وبقيت قاعد قدام منه طول الليل ما بغيروش والنسر جرافيكس بس. جيت تاني يوم الصبح دخلت على طبعا عشره عمر والسنين شوارب، دخلت عليه في المونتاج واحنا كنا بنعمل مخرجين في الاي ار تي. قلت له شوارب شفت قناه النادي الاهلي الجديده؟ انا جبت قناه النادي الاهلي ونزلتها عندي. فلقيته ببص لي كده قال لي وانا كمان جبتها. قلت له انا طول الليل قاعد على النسر. قال لي انا كمان. قلت له يا سلام بقى شوارب الواحد لو اشتغل فيها ويحقق حلم حياته ويبقى خلاص بقى استقر ودي قناه اللي الواحد يشتغل فيها بقلبه وروحه وعشقه للكيان ده. بس اعتقد صعبه. فقال لي ليه؟ قلت له بص احنا مخرجين كبار في الاي ار تي ومعروفين ومشهورين، بس الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه كاي ار تي وكيانها الكبير. فراح باصص لي من فوق لتحت كده قال لي يا سيدي لو لينا نصيب هنشتغل فيها ما تشيلش هم اي حاجه. قلت له بقول لك ايه؟ السلام عليكم انا ماشي. ركبت عربيتي ومشيت. ما كملتش خمس دقائق لقيت جالي تليفون من القناه. قالوا مين بيكلمني؟ لقيت محمد شوارب. قال لي عكاشه. قلت له في ايه يا شوارب؟ اوعى تقول لي ارجع بقى وفي شغل. قال لي من بكره تمامك في قناه النادي الاهلي. قلت له انت بتهرج يا شوارب؟ قال لي انت عارف انا بهرج؟ قلت له ايه؟ قال لي انت نزلت من هنا وبرجو دخل على من هنا المونتاج. قال لي شوارب عكاشه فين؟ قال له ده لسه نازل حالا. قال له بلغه من بكره تمامه في قناه النادي الاهلي. فما بقتش مصدق. انا كنت هطير بالعربيه زي النسر اللي بيطير بقى، بس اطلع بقى من فوق الكوبري فنروح في حته ثانيه يعني. كنت اسعد انسان في الحياه بالخبر ده. رجعت ثاني يوم بدري جدا لان شوارب قال لي وفي بكره اجتماع. اجتمعت مع الاستاذ بلجاوي ومع شوارب والاستاذ انيا شار والاستاذ وجدي الشناوي. كان اجتماع اول اجتماع بيتكلم على اطار هنعمل ايه في القناه. ودي كان من يوم ده وانا ايقنت تماما قلت ان شاء الله احنا في حاجه هنعملها للكيان ده لان كنا بنشتغل فيه بحب وروح وعشق وامنيات. ودي كان الموقف الطريف اللي هو سبحان الله يعني ايه كنت بحلم بيه، فبعد خمس دقايق من الحلم فوجئت بيه انه بقى واقع وحقيقه. طبعا يعني اكيد ذكريات جميله وزي ما قلت الساده المشاهدين ان انت هتسمعوا الكواليس اول مره هتسمعوه وتشوفوه هنا معانا في قناه النادي الاهلي. نروح للاستاذ شوارب، وانا عارف انك اشتغلت في برامج كتيره لكن اكيد في واحد منهم قريب لقلبك، وكان فيهم واحد يعني تعبك اكيد وكان صعب لكن بالنسبه لك كنت بتعرف تتعامل معاه.
كبرامج عامه هو افضل برنامجين اشتغلت فيهم، مش افضل، اقرب واحد لقلبك. هم كلهم كويسين عشان ما اخبطش في حد، كلهم كويسين، لكن اقرب واحد لقلبك ودايما بتحب انك تبقى موجود فيه وتتابعه في الكنترول، تتفرج عليه وتسمع الكلام، واكيد كان فيه بعض الصعوبات ايضا اللي واجهتك. ملك وكتابه طبعا، البرنامج اللي انا شغال فيه دلوقتي. خلاص ماشي. البرنامج وقت اضافي ان كان برنامج اول مره يطلع برنامج على قناه النادي الاهلي يتكلم عن الالعاب الشهيده، اليد والسله والطايره، كان تقديم كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره الحالي. تمام. ده كانت اول برنامج بيتكلم عن الالعاب المختلفه كلها. دول اقرب برنامجين لقلبي، ملك وكتابه ووقت اضافي. يليهم بقى في ملعب الاهلي والاهلي اليوم والاهلي الليله طبعا الاستاذ برجاوي. كل البرامج دي اشتغلنا فيها من اول ملعب الاهلي ووقت اضافي، الساعه الخامسه، كلام في الميديا، ميديا سبورت، كل دي البرامج اللي احنا اشتغلنا فيها على مدار تواجدنا في. ايه المواقف الصعبه اللي قابلتك في البرامج، او موقف صعب اللي يمكن تنساه كده يعني حصل لك مشكله على الهواء ومش عارف تعمل فيه دلوقتي؟ دلوقتي اصلا بره الهواء مش كده خالص، بس اول مره يطلع هواء فالموضوع بالنسبه له اصعب موقف. يعني احنا الله يكون في عوننا طبعا نطلع على الهواء بنتكلم كده، الله يكون في عوننا. الناس فاكره الموضوع سهل. لا فاكره الموضوع سهل على فكره دلوقتي كمان. يعني لما الناس بتنتقد المذيعين بقول لهم نفسي اقول لهم بس يا جماعه تعالوا اقعدوا هنا وشوفوا الموضوع يبقى صعب ازاي. رهبه الكاميرا، انا 22 سنه ورا الكاميرا، اول مره قدام الكاميرا فاصعب موقف. ان شاء الله طبعا تبقى قدام على طول. استاذ هاني كمال واحد من اللي بداوا القناه في البروموهات، لكن حضرتك متعدد المواهب، يعني حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله بروموهات ومؤلف ومخرج. يعني بدات البروموهات ازاي وكواليسها والبدايات في اول برومو ليك؟ وانا عارف ان البروموهات اللي في القناه اتفرجت عليها يعني اكيد بروموهات الحاجات القديمه اكيد موجوده، يعني اكيد طبعا حاجات طبعا، يعني اكيد حضرتك كان ليك يد فيها واكيد طبعا كنت بتشرف عليها كلها، لكن انا عايز اعرف بقى البدايه وازاي بقى يعني خرجت من بروموهات لتاليف لاخراج بسم الله ما شاء الله عشان ما نحسدش تاني مره. احكي لي بقى كواليس. طيب مبدئيا انت، انا كنت بشتغل بروموشن قبل قناه الاهلي في قناه تانية عامه، كانت قناه موجوده في المدينه يعني. حصل اول حد جابني البروموشن كانت استاذه نهال البشري، دي كانت اول حد انا وعيت له هنا في القناه، كانت لسه القناه في الوقت ده زي ما بيرجو بيقول كده كانوا لسه يا دوبك طالعين اول حاجه. خليني اقول لك على ان انا عدى عليا ناس مهمين جدا في القناه دي بالنسبه لي انا، كيانات اثرت فيا وشغلنا اثر فيهم. فانا عندي قبل ما احكي لك على التاريخ لازم ارصد لك كم اسم بالنسبه لي عملوا تاثير عليا هنا في القناه. الله يرحمه استاذ خالد توحيد طبعا، الله يرحمه، واستاذ مصطفى جمعه طبعا، ومديري كان اسامه الرشيدي ده اخويا الكبير، وبرجاوي طبعا، والناس اللي موجوده لغايه دلوقتي. بس خليني اقول لك ايه صعوبه ان انت تشتغل بروموشن لقناه فئويه عشان تبقى عارف ايه الكواليس بتاعه الموضوع. قناه فئويه يعني انت بتعمل بروموشن لقناه ليها ناس محدده بتتفرج عليها اللي هم الاهلاويه مثلا، خليني اقول لك ان ده ثلاث ارباعهم اهلاويه اكيد. فكان الصعوبه عندك ان انت تبقى بتشتغل بروموشن ما يطلعلكش نسبه تعصب ان انت بتتعصب، فده مش صح في الملاعب، لان ساعتها كانت الكوره كوره، كانت الكوره فيها مشجعين وكان فيها حاجات لطيفه ساعتها، وفي نفس الوقت تبقى بتشجع الاهلي. ففي نفس الوقت انت ازاي تلعب المعادله الصعبه دي يا عمر، بمعنى ان انت تبقى بتحمس بس في نفس الوقت معاك خط رفيع جدا ما يودكش منطقه ان انت بتثير عداء جماهير اخرى. فكان دي الصعوبه. مش عايز اقول لك ان الكيان بايع، الكيان نفسه مهم. يعني انا النهارده جاي فرحان ان الاهلي انا عشت فيه 8 سنين، انا مبسوط. كيان ناجح عموما ببروموشن او مش ببروموشن هو ناجح. الحاجة التانية الأهم إنك متشاف، وده مهم إن أنت بتشتغل في قناة متشافة من ناس، ده إحساس لطيف إن أنت تبقى بتعمل برودكت عارف إن الناس بتتفرج. أديك مثل بسيط، عملنا شغل مثلا لكابتن محمود بكر الله يرحمه برضه، كان أول برومو ليه هنا. البرومو ده بسبب وجوده بالشكل ده، هو كان برومو لحد ما كمان دمه خفيف، ده اتعمل بيه اعلان بعد كده، ان وانا طبعا حطيت في البرومو برجاوي، فاتعمل بيه اعلان في شركه اتصالات معينه حطوا فيه الافيه بتاع البرومو وحطوا فيه اسم برجاوي. اللي عايز اقوله لك من الموضوع ايه، ان انت ازاي تبقى عملت برودكت
ترك تأثير ان حتى شركة معلنة تاخد برومو تعمل بيه اعلان شبيه لي. فده في حد ذاته انت كنت بتتفرج على نجاحك فما بنزهقش. انا يوم الافتتاح شفت كم شوت فوق انا وبرجاوي، انا الايام دي فاكرها بـ 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 بالبيات اللي قبلها بقد ايه احنا كنا تعبانين، بقد ايه حاجات بتطلب منك على الهواء. ازاي تعمل برومو بعد فوز ببطولة انت مجهزه وحاطط في دماغك ان في برومو اتعمل تاني لو خسرنا؟ انت فاهم الموضوع صعب ازاي؟ اه طبعا عارف الكلام ده خالص. ان انت كل ماتش كده انا مبسوط انك تقول الكلام ده. كل ماتش في نهائي كنت بعمل اتنين برومو، اتنين فيرجن، واحد للفوز يا رب كان يتذاع، وهو كان اللي بيتذاع الحمد لله ان احنا كنا يعني ما فيش الفتره دي كانت دلوقتي الحمد لله يا رب، وبرومو تاني للهزيمه لازم تبقى بتؤهل الناس انها تكمل. لغايه دلوقتي ممكن اكون جاوبتك على 3 ارباع السؤال لغايه لما فاكرين اليوم ده. طبعا فاكرين اليوم ده طبعا. دي الانطلاقه الرسميه، دي الانطلاقه الرسميه 12/3 لكن كان 12/3/2010 لكن كان في انطلاقه قبلها كمان. دكتور خالد توحيد الله يرحمه، الله يرحمه، احنا كنا في الاوضه اللي جنب الممر ده. ما انا فاكر بايتين قبلها بيومين كابتن حسن فاكر ده كنترول دكتور خالد الله يرحمه كابتن حسن حمدي برجو بيرجو طبعا بيرجو هو في الكنترول ده احمد عبد الحميد ده عايش احمد مهندس خالد المرتجي استاذ خالد الدرندلي نجوم النادي الاهلي طبعا المقر القديم. الاصعب من دي الانطلاقه الاولانيه. لا انا عايز ارجع لك فيها بس لما اروح بقى البيرجو يقول لي على الكابتن محمود بكر وذكرياتك مع الكابتن بكر والقصص والكواليس اللي دايما كن يعني كان الجمهور بيسمع كلمه واحده اي حاجه فيها برجاوي، الاسامي يا برجاوي، الاوضه حر يا برجاوي، فين تشكيل الفريق التاني، المونيتور مش مبين اللعيبه يا برجاوي، احكي لي بقى. بص لتاني مره برضو بقول لك انا محظوظ ان انا اشتغلت مع اسماء كبيره وكان ليا الشرف ان اتعامل معاها، يعني لحد النهارده لما تيجي مثلا بتحط برومو برجاوي موجود في صوره مش موجود في صوره، هو برجاوي هو اللي عامل القناه، برومو في صوت مفيش صوت هو برجاوي، بكر يبقى هو برجاوي. هي الناس عرفت كده، الناس ما تعرفوش الحكايه بدات ازاي. الحكايه بدات في قناه تانية خالص، انا كنت بشتغل في قناه وكان معايا كرو كبير جدا بعيد عن الكوره يعني مش كوره قناه رياضيه وكان فيها كابتن محمود بكر فالله يرحمه، فكان دايما كابتن بكر انا قاعد في الكنترول كنت ملاحظ ان هو بيتلخبط في اسماء اللعيبه الكلام ده، فيعني انتبهت لها يعني فقلت ايه خلاص يعني هركز معاه شويه. فجيت اول ما هنتكلم في الموضوع ده كنت لسه داخل قناه جديد، راح كابتن بكر مشي وانا مشيت وجيت قناه الاهلي. اول ما اتعاقدنا مع كابتن بكر قلت باز لا انا الاهلي لحد هنا بقى ولازم اقعد يعني جاي. فبدات ساعه الماتش ما بيتلاقي احنا بنعمل الاستوديو بعد كده بنقعد نطلع ساعه الماتش بدات اتابع كابتن بكر على الاير بيس، كابتن بكر اللعيب ده اسمه كذا، لا ده 17، لا ده 18. فبدا يبقى هو قاعد في اوضه مقفوله ما فيهاش غير مونيتور ما بيسمعش، ما فيش تواصل غير بينه وبين برجاوي. فهو بدا الناس كلها يقول لك ايه يا برجاوي المونيتور فصل، يا برجاوي الصوت فصل، فالناس بتفكر ان برجاوي ده معاه شنطه فيها عده وداخل يصلح ويعمل والكلام ده. فانا بالنسبه لي الناس ما وصلتهمش ان دي كانت علاقه طيبه وعلاقه حميميه بينه وبين كابتن بكر الله يرحمه. انا استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير، وهو يعني حطني في حته انا ما كنتش بحبها، ان حته الاضواء او حته الكلام ده كله انا ما كنتش بحب ده. انا طبعا بشتغل خلاص وظيفتي مخرج يبقى انا ورا الكواليس، وظيفتي بروديوسر انا ورا الكواليس، خلي الاضواء لناسها. فهو حطني في ده ووداني في مكان بامانه يعني حسيت انه لا عالم تاني خالص، انك انت تمشي في الشارع الناس تشاور عليك او يقول لك او يوقفك او الكلام ده كله. فهي دي العلاقه بيني وبين كابتن بكر يعني الله يرحمه. انا بحبه جدا وهو كانت علاقته يعني بيا فظيعه لدرجه انه يوم عمل اعلان احد شركات الاتصالات فبقول له يا كابتن هو فين نصيبي؟ انا كنت لسه اقول لك ما بقولش ازاي؟ بقول له فين نصيبي؟ فين القبض؟ فراح نادي بتاع الانتاج قال لهم كشري البرجاوي. هو كان بيخش يطلب الكشري صح الكشري والبطاطا قال لهم عادي العكس انت تخصص على طول الحاجات دي معاه. وكان فيها احد الكباتن برضه موجود معايا في الاستوديو قال لي ما تسيبوش خد نصيبك. فطبعا كابتن بكر الله يرحمه يعني بنفتكر له كل خير وبنفتكر له كل حاجه كويسه، والعلاقه بيني وبينه كانت حاجه اضافه ليا في حياتي ومن الناس اللي اتعلمت على ايديها ومن الناس اللي طبعا اعطتني في حته تانية، وافخر ان انا اشتغلت معاه وافخر ان يرتبط اسمي باسمه بغض النظر ان مش كل الناس ممكن تسمعه ومش كل الناس تحب تسمعه، بس انا افخر ان انا اشتغلت مع كابتن بكر.
يعني استاذ سمير اكيد انا عارف ان اول يوم بث للقناه كان في موقف بينك وبين الاستاذ بلجاوي محدش يعرفه غير كنتوا الاثنين. طبعا ده. طيب قبل ما نروح ليك يا استاذ سمير ده الكابتن محمود بكر والاستاذ برجاوي هنا يعني كان هو اللي بيعمل له كل حاجه لكن انا جبالي لكن انا بتكلم على العموما يعني اهو هو كان بيلطش في البيت خلاص اهو خلاص جبالي بيركب المايكات وبيسلمك يا استاذ برجاوي كريم ابو حسين كريم ربنا يرحمه يا رب كده ويجعل مثواه الفردوس قاعد من الجنه. تعال نروح بقى يا استاذ سمير وتقول لي على الموقف في البث واول يوم بث للقناه وكان في موقف كواليس محدش يعرفه غيرك والاستاذ برجاوي. طبعا اللي ما يعرفوش كل الناس ان كان مخطط للقناه الظهور يوم 8/8/2008 كتاريخ مميز لظهور قناه النادي الاهلي. واذ بمباراه الاهلي واي سي روما تتقدم ليوم 6/8/2008. وهنا صدرت الاوامر ان لازم نطلع ايه الافتتاح بتاع القناه يوم 6/8/2008. احنا في الوقت ده كل تجهيزاتنا وكل شغلنا ليوم 8/8/2008. فجريت بسرعه انا وشوارب وكان عندنا مجموعه من الشرايط القديمه اللي جابوها لنا مكتبه وشرط اسمها يوماتيك يمكن في ناس كتير لسه او ناس دخلت المجال يمكن ما تعرفش عن شرايط اليوماتيك دي عايز الناس القديمه بقى بالظبط كده بالظبط كده جبنا الشرايط دي عشان كان مكان خاص بيها عشان تنقل الشرايط دي على المكان الخاص ده وتاخد منه حاجات فقلت له شوارب احنا هنطلع قلت له طب احنا عايزين نعمل فواصل عايز يبقى عندنا حفله وضيوف وضيوف هتتغير من فاصل لفاصل هنذيع ايه في النص فلازم نعمل فواصل اهداف وحاجات للكباتن الكبار بتوع الاهلي وكده. طب اقول لك ورحت على طول بسرعه ما تيجي نروح للتليفون مهم كده يعني فضل. معانا يعني احد القائمين على انطلاق قناه النادي الاهلي واحد فضل. من الاصدقاء الاعزاء ليك واكيد حضراتكم اشتغلتوا معاه وتعرفوه الاستاذ اسامه رشيد المدير التنفيذي السابق لقناه النادي الاهلي برحب بيك يا استاذ اسامه. يا مساء الفل عليكم نرحب بيك طبعا هم هنا بيسقفوا بعد ما عرفوا ان حضرتك موجود معايا على بيسقفوا لك طبعا تحيات الاستاذ برجاوي وسمير عكاشه والاستاذ شوارب والاستاذ هاني كلهم بيسلموا عليك. ربنا يخليك وبرجاوي حبيبي وعيالي وسمير ومين تاني؟ والاستاذ هاني شوارب الاستاذ شوارب كلهم حبايبي ومنورين الدنيا طبعا. انا لما كلموني الصراحه حسيت ان انا صغرت مثلا انا زي اول ما كلموني حسيت كل الذكريات فلاش باك قدامي ان الناس كلها واحنا موجودين بنحاول نطلع الكيان اللي موجود قدامكم وايام ما كانت الناس كانت بتنام على صوت النسر هم فاكرين وهم شايفين وعارفين ده انا بقول كانت الناس بتشغل القناه على صوت النسر اللي قاعد في قناه الساحه ويناموا عليه اهلاويه كان نص ايام حلوه طبعا بمسي عليكم كلكم ومنورين طبعا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب واحد حضرتك من اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي في التاسيس ودايما البدايات بتكون صعبه لكن الاستمرار هو ده النجاح علشان كده حضرتك موجود معانا النهارده وبنسلم عليك ونقول لك على الهواء كل سنه وحضرتك طيب واي حد او اي شخص كان موجود في نجاح النادي الاهلي لازم حضرتك يكون موجود معانا علشان يشاركنا الاحتفال ويشاركنا الفرحه اللي احنا كلنا بنعيشها وكلنا بنحتفل بيها. حابب تقول اي حضرتك تقول اي حاجه للنجوم اللي موجودين معانا النهارده؟ يعني اول حاجه اقول كل سنه والنادي الاهلي طيب وكل سنه وقناه الاهلي بخير وشغاله زي الفل ومشجعينها اللي مقومينها طول الوقت اتفرجوا عليها واخواتي وحبايبي طبعا اللي مع حضرتك في الاستوديو بسلم عليهم واحد واحد وطبعا احنا على اتصال على طول بنتكلم مع بعض واقول لهم شلتوا كتير وتعبتوا كل واحد ليه بصمه فيكم وفي ناس كتير قوي خلف الكواليس عملت مجهود جبار علشان تطلع القناه وتستمر لحد 11 سنه. النادي الاهلي عودنا رؤسائه ان هم بيسلموا بعض حتى لو الاداره اتغيرت الكيان موجود. اداره اي ار تي لما كانت موجوده منها لبرزنتيشن انا اشتغلت في الكيانات دي كلها على فكره وبشكر كل واحد قائم عليها وكل رئيس نادي تولى وبقول يا رب من النجاح للنجاح واخواتي وحبايبي اللي موجودين مع حضرتك بقول لهم وحشتوني ودايما مستمرين وناجحين ويا رب اشوفكم في احسن حاجه يا رب دايما.
استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، شرف لينا وجود حضرتك واحد من اللي بدا قناه النادي الاهلي، فبنشكر حضرتك تاني المدير التنفيذي السابق لقناه النادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان يعني الجمهور بيتفاعل معانا على تويتر، فكاتبين استاذ محمد عيسى كاتب برافو قناه النادي الاهلي، حوار ممتع مع الرجال الذين يعملون في كواليس قناه الاهلي ولا يراهم الناس على شاشتها. فالناس يعني متجاوبه والناس مبسوطه جدا من الحلقه، فده كان لازم ان انا انقل لحضراتكم الصوره. نروح تاني لسمره وتقول لي على اليوم اللي مش عايز كل ما نيجي نتكلم فيه حد يقاطعنا. لان الموقف ده عمره ما هنساه، كان يوم صعب. يوم صعب جدا. فانا جريت على برجاوي، قلت له برجاوي يعني احنا هنطلع. قال لي اوكي. قلت له هنطلع ازاي؟ ما احنا ما يعني بنجهز للست. قال لي عكاشة. قلت له يا برجو. قال لي معاك شريط التتر؟ قلت له في جيبي. قال لي ادخل بره الكنترول، احنا طالعين هوا دلوقتي على طول كده على طول. وطلعنا بالقناه واحنا معانا شريط التتر اللي كان برضو مشرف عليه الاستاذ هاني كمال، وجابوا لنا من الحاجات وطلعنا. وكان شوار في الوقت ده خليه عمل في الوحدات المونتاج بيعمل فواصل كنا ناخدها على الهوا نزاح نغير فيها ضيوف. ومن هنا انطلقت القناه، وكنا ما بننامش يعني يكاد مثلا اول اسبوع ما بننامش احنا ثلاثه بيرجعوا في الهواء شوارب في المونتاج، سمير طالع اوردرات بصور في انا يعني انا في يوم من الايام في الاول ده اول يوم وثاني يوم. فاكر الصور دي يا سمره؟ طبعا مش ممكن الواحد ينساها. طبعا حسني واقف اسد طبعا الركن بتاعه وفي اسد ثاني اهو. اسد مين ده؟ انا كنت ضايع يعني انا فاكر اول يوم في القناه بعد ما طلعنا ثاني يوم اخذت اوردر وطلعنا طالع اصور في اسماعيليه وفي كابتن محمد فاروق حبيبي ده كان ضيف على طول. طبعا محترمين جدا. طبعا مين ده اللي واقف جنبك ده؟ طبعا النجم. فاكر مين ده؟ النجم كان ضيف كبير طبعا. لا كان اكتشاف احد اكتشافاته هو على هوا ويقول طبعا خبر يعني ده مش عايز اقول. هو اللي جاي حسني معانا في الصوره؟ حسني ده مش شرطي لطيف. هو اللي جاي في الصوره؟ ليه جاي معانا في الصوره؟ لا حسني ارشيف القناه يعني ارشيف الصور هنا في القناه بجد. وحد كان يعني كان يعني انا كراجل كمخرج لما كنت بشتغل ملعب الاهلي هو جنب مني. شوارب خطف الكاس بتاع البطوله على طول يا عالم. فانا فاكر اول ايام القناه دي ما كناش بننام يا عمر. يعني انا فاكر في يوم طلعت اوردر ومعايا كاست عمل صورت في بورسعيد مع نجوم المصري ومباركتهم للقناه، وطلعت على الاسماعيليه خلاص وانا جاي عشان امنتج عشان ازيع. فجأة برجاوي بيكلمني سمير انت هتطلع على اسكندريه دلوقتي بنفس الكاس اللي معاك. بيعيش بك سمير برجاوي ازاي؟ ما فكرتش تقفل التليفون؟ قفلته اللي كابتن بطري. ما انا اقول لك برجاوي كان بيعمله في الايام دول. لا انا قفلته بصراحه. انا طلعنا من هناك على اسكندريه، قال هطلع تصريح من الكابتن سمير زاهر كرئيس اتحاد الكوره الله يرحمه، هتاخد منه تصريح على ظهور قناه النادي الاهلي للنور وان المباريات والدوري هيبقى على قناه النادي الاهلي. قفلت التليفون واحنا بنصور، خلصت طلعت لقيت 50 60 ميز من الاستاذ برجاوي على الاستاذ هاني يشار مدير اداره عمليات الانتاج. قلت يا نهار ابيض خير. رحت مكلمه قالوا في ايه؟ قالوا سمير ما ترجعش مصر، هتطلع هناك على الاستاذ محمود بجنيد في الساحل الشمالي تجيب منه تصريح عن مباركه للقناه وتصريحات عن المباريات والجوده. يا جدعان اليوم ده خلصت، رجعت الساعه 3 الفجر منتجت، كنت بفرش مصليه كده في المونتاج عشان الاقي حاجه ناشفه اسند عليها ظهري، مفيش نوم. اخلص واخد الشراط واطلع نزيع، ما فيش وقت. انت عندك قناه خلاص اتفتحت لازم فيل ان على طول دايره ال 24 ساعه. فدي من اصعب المواقف ان انا طالع بقناه ومعيش غير شريط التتر، فيقول لي معاك الشريط يا سمير؟ قلت له معايا. يلا يلا بينا يلا بينا هوا على طول طالعين هوا دلوقتي. فهو هو الشغل معاه ما تردش عليه تاني خالص. لا ما هو ده الشغل الوحيد اللي مش عارف هو ايه في التليفون اللي ما نقابلش قناتنا. الصعب واللي هو بقى السهل الممتنع يعني حاجه جميله يعني. لا طبعا يعني انا مبسوط جدا بالكواليس وبالحوار اللي داير ده، عشان كده بقى عايز اسالك استاذ شهير بما ان حضرتك ايه يعني موضوع الكاميرا ده قدامك صعب كده هاخدك في حاجات سهله. انت عارف هقول لك انا بالسهل. اشتغلت مع ناس كتير واشتغلت مع نجوم كبيره جدا واخيرا الباشمهندس عدي والاستاذ ابراهيم منيسي. التعامل معاهم صعب زي ما الناس شايفه كده، هم يعني حازمين على الهوا كده ومفيش هزار ودايما في الحق حق والجد جد. هل الموضوع ده كمخرج وانت راجل ورا الكواليس وراجل شغال من اول يوم القناه كانت موجوده، هل دول اصعب اتنين اشتغلت معاهم من حيث الموضوع والمحتوى والماتيريال والامتى تطلع بفاصل وامتى تنزل بالتقرير وهما بيتكلموا وحاجات كده تفاصيل دقيقه ما حدش عارفها غيرك؟ هو طبعا اصعب حاجه ان انا بالنسبه لي ان انا بتعامل مع قيمتين. يعني قيمه الباشمهندس عادل القيعي اللي هو
مهندس صفقات النادي الاهلي، تاريخ في النادي الاهلي، مواقف كتيره، والاستاذ ابراهيم منيسي رئيس تحرير مجله الاهلي وصحفي كبير، وغلطه فوره فاي غلطه فوره خلي بالك. وبعدين كل حاجه بانضباط، يعني احنا اغلبيه الشغل بيبقى السكريبت مكتوب، متحدد فيه كل حاجه، الموضوعات ايه، الفقرات ايه، الفيديو ده في التوقيت الفلاني، احنا هنخش من الموضوع ده للموضوع ده، فكل حاجه بتبقى متنظمه ومترتبه. حتى لو حصل اي تعديل على الهواء. بص ايام الشباب. لا ما احنا لسه شباب. ايام الشباب اهو. الشتاء. ايام الشباب والشتاء. ايام ما كان كنترول القديم. الشربات دي الليله كلها. بص احمد عادل واقف وراك. احمد عادل واقف وراك واحنا هنسيبه. احمد عادل واحمد فضل فضل وكلهم موجودين سعيد والناس النجوم اللي بدات معانا القناه. قول لي بقى اصعب اثنين اتعاملت معاهم، ولا كان في حد كده على نفس الصعوبه وعلى نفس التركيز؟ انا عارف ان هو عايزين الشغل مرتب، وانا عارف ده صعب جدا. الصعوبه في ان انت دايما هتبقى لازم ماشي بانضباط بمواعيد محدده، يعني انا ما بسيبش الاربيس، ما بسيبش الكنترول، ما فيش نفس، لان انت على طول الوقت اخبار فيديوهات، اخبار فيديوهات، تعليق فيديوهات، فاستمراريه العمل. استاذ برجابي برضه كمل معاك، احنا برضه بنستعرض الصور كده وحضرتك بتتكلم. استمراريه العمل الصوره دي غير بتاعه الكاز يا جماعه، عيب ده، انتوا لسه خدتوا البطوله بقى. راجل انت كنت في حاجه يا عمر، انا زعلان كده، خدت البطوله. انت بتخسر البطوله. كنت يا حبيبي محمود سعيد علي يوسف، بارك له بارك له محمود. طبعا محمد ورده، محمد جونيور صور زمان. يعني خلاص اتفق ان كابتن جوهر نبيل ما كانش كان مريح. كابتن جوهر نبيل كان مريح، كانت بدايات كابتن جوهر نبيل، كان شغال برضو مقدم في بوصي. احد البرامج قبل كده. يا نهار ابيض يا استاذ محمد. ده الاستاذ محمد على قديمه خالص. وبعدين ايه يعني بص بيتكلم وعامل كده سبورت ملك جدا. يعني احنا بنتكلم على تاريخ، وفكرنا الناس في ايام جميله وايام عظيمه. استاذ هاني ايه يا حبيبي؟ دلوقتي احنا في 2019. 2008 البروموشنز كانت اصعب مع فارق الامكانيات اللي كانت موجوده. دلوقتي بقى عندكم بقى الماك بوكس بقى والفاينل كاتس والحاجات الرهيبه، التكنولوجيا الرهيبه اللي بقت موجوده. لكن اعتقد ان كل ما الموضوع بيكون ادم، كل ما الموضوع بيكون فيه اصعب ويكون فيه ابداع اكتر. هل الكلام ده حقيقي ولا انا بقول اي كلام؟ لا انت مش بتقول اي كلام، بس هو مش حقيقي وحقيقي في نفس الوقت. ازاي؟ الموضوع في البروموشن مرتبط بفكره، ملوش دعوه تماما بالمكان عمل ايه في الحياه، لان احنا ازمتنا في الوجود عموما دلوقتي الفكره نفسها. ف 2008 2011 2000 عايش لغايه 2075 الازمه في الفكره، فالفكره هي اللي بتسوق. لو معاك فكره كويسه باقل امكانيات هتوصل، ولو معاك امكانيات كويسه ومعاكش فكره استحاله توصل، هتطلع زي اي حد. احنا كان ربنا كرمنا ان احنا كنا مدينا شويه افكار، ومدينا كمان حب للكيان. احنا كنا بنشتغل، يعني سمير بيحكيه وبرجو وشوارب، هي الفكره كلها ان انت بتحب حاجه، فتخيل انت بتشتغل حاجه في حته انت بتحبها. قبل لما نبقى بنشتغل هنا في القناه، احنا كنا يعني اهلاوي، فاكيد وانا شغال انا بفكر، رغم ان احيانا اهلاويتي كانت بتبقى فيها ازمه ان انا جاي على المنافس اكتر. فكنا اوقات بيتشال من البروموشن حاجات نتيجه ان انا في حته مزودها، بس في فكره. كنت بتزعل ان هي بتتشال، ولا بتقول يعني طبيعي بما انها قعدت فتره عشان ادرب نفسي، لان اي حاجه في حياتي بتعامل بيها ان انا لازم ادرب نفسي فيها. فقعدت فتره لغايه لما لقيت ان لا، واحده واحده، لان احنا كنا كسبانين كتير قوي في الوقت ده، فكان لازم نبقى واحده واحده. على طول مش في الوقت ده، يعني في الوقت ده تحديدا كمان ما كان الموضوع بص داخله وبطولات خارجه. الموضوع كان يعني طب مش زعلان ان خرجت من الكوره رحت للمسلسلات؟ انا عايز اتكلم معاك على ابو العروسه، وتحكي بقى للساده المشاهدين على انك انت المؤلف الجزء الاول والثاني، وان شاء الله هل بقى في حاجات جايه؟ علشان بنفتخر ان حد من قناه النادي الاهلي مش بس يكون متالقين في القناه، لا ده بيتالقوا خارج القناه وفي اعمال دراما كتيره. واعتقد ان المسلسل حقق نجاحات بالنسبه للاسر المصريه، عشان هو قريب للواقع اللي موجود دلوقتي. فعايزك تتكلم معايا شويه يعني كده ليه، بتقول لي سريعا جدا. الحياه عموما في حياتك بتبقى عباره عن مشوار كله مراحل، فانت بتبقى مسلم امورك لربنا، ربنا بيتحرك معاك بالاشكال الطبيعيه اللي انت فيها بتنمو. يعني على فكره انا اول مسلسل كتبته وانا قاعد شغال، كنت بشتغل واطلع فوق في المكتب، مش هنا في الاستوديو التاني، اطلع فوق اشتغل شويه وانزل تاني، كان موضوع يعني عشان اقدر اعمل الاثنين. انا اصلا مخرج وكاتب، صح، اشتغلت البروموشن ده عشان حاجه بحبها، والحاجه الثانيه انها بتفيدك ككاتب. البروموشن فن ان انت تقدر توصل رسالتك في 30 ثانيه، يعني اقدر اكتب لك ورقه فيها حاله البرنامج كله، حاله القناه اللي انت عايز تحط فيها الناس كمشجعين.
الكتابه نفس الكلام، كل ما يكون الورقه عندك اللي هي السكريبت، ورقه السيناريو الواحده فيها كميه حاجات، فانت مش عامل حاجه اسمها لونجير، الوقت قوي الدنيا. فالبروموشن ساعدني في الكتابه، فانا اشتغلت اول مسلسل وانا موجود. من تاني مسلسل ما كانش ينفع ان انا اكون بشتغل، لان نظرا للقناه فيها طلبات كتير. قناه زي، واحنا كنا بنذيع الدوري، انت لك ان تتخيل ماتشات الدوري بالبروموشن بالبرامج بكميه الحاجات اللي بتتغطى جوه النادي، كل ماتشات. انا عدى علينا احداث يا عمر قويه جدا، يعني احداث بورسعيد دي كانت حدث جلل في القناه، دي مش حاجه سهله اللي انت تعيش في الحدث ده بحاله الحزن اللي على الشهداء، بحاله ان وفاه عبد الوهاب الله يرحمه، فاكرها؟ كانت برضه من ضمن الاحداث برضه اللي كانت عامله، يعني طبعا انا وفاه عبد الوهاب وال 72 دول كانوا بالنسبه لنا كان حدث، انت واخد ده هوا. انا ما زلت حاطط في دماغي ان في وقت من الاوقات هعمل سكريبت على حاله القناه في الوقت ده، لان انت مش عارف هتقطع هوا ولا مش هتقطع هوا. فاكر كنا بنذيع ماتش الزمالك والاسماعيلي، صح كده؟ الزمالك والاسماعيلي وده وقف وده، واحنا بنذيع الاثنين ومش عارفين هناخد ده ولا هنقطع، وعارفين ان في حاجات بتحصل هناك، وازاي تبقى بوعيك كمان في الحزن الصبح على الراحه، وازاي تبقى بوعي ده مهم وصلت لحد ما جدا في البروموشن، وده اداره النادي كمان، لان احنا حضرنا اجتماع بهذا الشكل. ازاي كابتن حسن ازاي كنت بوعي ان انت تطلع بالناس بالشكل المظبوط بدون اي شيء غير ان انت زعلان على الولاد؟ ده مش موضوع سهل ان انت بتكلم قناه فئويه. فعدينا بمراحل كلها عمق وكلها حكمه وكلها نجاح. انت بتشوف كيان بياخد قرارات في الاخر بتبقى ناجحه زي اللي بيحصل دلوقتي، عشان ابقى معاك امين يعني. فارجع لك بمناسبه السكريبت، انا عامل حاجه، لازم هعمل حاجه عن اداره قناه بتدور في نادي بيحصل فيه الظروف ده دي. بس خليني ارجع لك تاني على الايه. موجود؟ انا مش موجود. انا موجود. انت طبعا موجود يا حبيبي، انتوا كلكم موجودين. كلنا موجودين بس ده كده كلنا كبار كلنا. وانت شيل تليفونك. انا اشتغلت، خرجت بره القناه في المسلسل التاني ليا كان اسمه ليلى. بعد ليلى اشتغلت في ابو العروسه. لو سالتني الموضوع كله يا استاذ بيتلخص في ايه، بيتلخص ان في واحد ربنا صارف له اتجاه وغرض وفكر، فالفكر ده انت بتحاول تطوعه. فاشتغلت في البروموشن، طوعت الفكر اللي ربنا ادهوني انه يتحط للناس بشكل كويس. اشتغلت في شغلتي الاساسيه مسلسلات وسينما والحاجات اللطيفه دي، برضو الواحد ليه اتجاه وليه هدف وليه معنى من اللي بيعمله. في الاخر اهم حاجه تبقى بتخلق او شغال في كيان فيه امل، وانا ببص دايما على ده. والقناه دي من الحاجات، انت عارف يعني ايه تعيش. هديك اخر حاجه قبل ما، عشان اتكلمت كتير قوي. في ماتش للاهلي مع اسمه ايه الليبي، الاتحاد الليبي واحده شهاب اللي هو شهاب جابر. فقال لنا احنا كنا خسرانين هناك يا فتقال لنا لازم تعملوا حاجه للناس عشان يحضروا الاستاد ويتشجعوا. فعملت انا، جات لي فكره كده، كان معايا حد شريك نجاحي صحيح، محمد عاشور، ده الايديتور العظيم اللي كان بيشتغل معانا، هو دلوقتي ماسك قناه ما شاء الله يعني كبروموشن. ده مش عاشور ده، اهو عاشور. عاشور صديقي، استاذ محمود البط ده، انا ايام ما كنت اكبر ازيد من كده، ازيد من كده 30 كيلو. ف الطلب مننا ان احنا نعمل حاجه للناس تدخل الاستاد. ففكرت في فكره ان الاهلي بيحسم في اخر دقيقه، يعني الفكره دي جات لك من عند ربنا سبحانه وتعالى كده، ما كنتش محضر خالص ان الاهلي يحسم في الدقيقه الاخيره. حطينا لا خالص، انا حضرتك فكره ايه، ان انا رابط، بص بقى ربك بيعمل ايه، انا رابط ان الاخر الاهلي بيحسم في اخر دقيقه، فده معناه ان احنا ممكن نكسب حتى لو في النفس الاخير الماتش ده، اكنه ده الماتش ده اخر دقيقه. الماتش نفسه بتاع الليبي ده اكنه اخر دقيقه بالنسبه لي. ورحنا حاطين ماتش بلديه المحله وماتش مين وماتش مين، وختمنا ان الاهلي قادر على الانجاز. وي 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 نزل البروم والناس طبعا كده كده حضرت الماتش، وجه شهاب راح حاطط الجون في اخر دقيقه. طبعا حطينا صحيح الجون بتاع الصفاقس، كل ده اتحط، وابتدينا ناسس الفكره بتاعت اخر دقيقه. جه استاذ خالد توحيد الله يرحمه في الافتتاحيه اللي بعد الماتش على طول في ملعب الاهلي، قال ان احنا عندنا قسم البروموشن تنبأ بان الجون هيجي في اخر دقيقه، وشكرني على الهوا. كانت حاله، هو ده اللي انا عايز اقوله لك، ان انت شغال في كيان ما بيتكسرش. يتعب ايه يعني؟
بس مكمل. دي في نفسيتك انت كشغل بينقلها لك عكس ما تكون في كيان مش فاشل. ففي روح وفي نيجاتيف انرجي كده بتجيلك بتبقى صعبه. لكن انت وانت في كيان ناجح وكيان بيكسب وعايش دراما معاه طول السنين لا انت مبسوط. الدراما دي هي الدراما اللي احنا عايشينها. هي دي اللي انا بكتبها كله خليط ببعضه بس بالفكره يا استاذ عمر. بحييك يا حبيبي على الكلام الطيب وبحييك على الشعور. ودايما بقول تاني هي هم دول النجوم اللي موجودين معانا النهارده عشان يحكوا لنا كواليس. انا اول مره انا بص انا قاعد مركز وبس وعارف ان انا على طول لما ببقى يعني ساعات ايه شويه وبرجع اكلمك برضه منك. لكن لا لكن بصراحه لا هو الشغل كان مبسوط في جدا في الكيان جداً يعني. او الشغل كنا بنشتغل في الكيان زي ما بيقولوا ايه كان عندنا حاجه بانر كده مكتوب عليه قلب واحد عائله واحده. وهي دي عائله النادي الاهلي بيقولوا عليها او روح الكيان والتوارثه فعلا من النادي. كنا بنشتغل بروح فعلا قلب واحد وعيله واحده. احنا كنا عايشين في القناه كاننا عيله. لو برجع اتاخر ساعه تلاقي حد بيكلمك تلاقي بيكلمك برضه روح يا سمير انت فين النهارده بتصور فين كمان روح يا سمير كده على طول. ففعلا كانت في روح صعب تلاقيها في اي مكان تاني. ده حقيقي وده متوارثه اعتقد كده من روح الفانيلا الحمراء زي ما بقول. طيب استاذ برجاوي هل المخرج غير ان هو بيخرج او بيشرف على البرنامج هل المخرج ليه دور في تطوير المحتوى وتطوير البرنامج علشان يطلع ويظهر للناس بشكل اكثر احترافيه حتى لو في نقطه معينه سلبيه انت شايفها فبتتكلم مع رئيس القناه علشان تطورها ولا دورك فقط هو دور فني هو الاخراج على البرنامج القائم والحالي عليك؟ بص قبل ما اخش في الموضوع ده بس انا عايز اقول للناس ان احنا مجموعه هنا بس مش احنا القناه يعني احنا في جيش جوه في زمايل في طبعا. ناس شغاله في الكلام ده كله كلهم يستحقوا الشكر طبعا. والتقدير. احنا ممكن انا بالنيابه يعني بشكرهم بالنيابه عن الجميع بشكر كل حد تعب وكل حد تعب يعني قدم حاجه لقناه النادي الاهلي. فاحنا هنا بنمثلهم انما مش بنمثل انفسنا. بالنسبه للمخرج بتفرق شخصيه المخرج من 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 واحد لواحد. في المخرج المنفذاتي اللي هو بتدي له ورق بيروح يقول لك ده عايز 1 2 3 4 خش اتفضل اشتغل عملنا كده. وفي الراجل اللي صاحب فكر اللي عارف ان انا النهارده بتكلم في ده بكره هتكلم في كذا المرحله دي احنا عندنا حاجات هنقدمها لحد ما نوصل المرحلة اللي بعدها next step أشوف عندي إيه أوجه قصور أوجه حاجة أكلم معد هكلم مقدم أكلم رئيس قناة هكلم كده. بتعامل مع الناس كلها إن أنا لازم أقدم ده. إنما المنفذات اللي هو بينفذ دي شخصية مخرج دي بتفرق فلان عن علان. إنما هو الإخراج في الآخر هو كتابين ممكن أي حد يذكرهم ويبقى مخرج. إنما في الآخر مين يبقى إكس مين يبقى زد دي طبعا في الإيربيس طبعا خلاص يعني على خاطر الفصل. الأستاذ أحمد برجاوي بشكرك شكرا جزيلا. أنا مستمتع بيك جدا واستمتعت بيك جدا جدا النهارده. تسلم إحنا أكتر وكل سنة وأنتم طيبين. أستاذ هاني بشكرك شكرا جزيلا ويعني بنتشرف بيك دايما في قناة الأهلي بيتك والمكان اللي دايما تكون موجود فيه. ربنا يخلي حضرتك تسلم. كل سنة طيب. ربنا يخليك تسلم حبيبي. استاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا واستمتعت جدا بالحوار والحديث معاك. شكرا يا عمر ربنا يخليك يا رب وكل سنه وانت طيب وكل مشاهدين ومتابعين قناه النادي الاهلي طيبين في كل مكان يا رب. استاذ شوارب بشكرك شكرا جدا يا عمر على الاستضافه دي واشكر كل القائمين على القناه وكل سنه والاهلي في تقدم ان شاء الله. طيب في النهايه وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الاولى في احتفاليه النادي الاهلي بمرور 11 عام على تاسيس قناه النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتم ده جزء بسيط جدا من اللي موجود ورا الكواليس. كل اللي موجودين ورا الكواليس انا بشكرهم شكرا جزيلا. الناس اللي موجوده في الكنترول كلهم الناس اللي موجوده معانا في الاستوديو علشان ما انساش ولا اسم اي حد من اول مجلس الاداره رئيس القناه مديرين البرامج كل الناس المعدين كل الناس بنشكرها شكرا جزيلا. واكيد الفترات اللي جايه هنحاول ان احنا نعمل لحضراتكم كده جزء خاص من الكواليس عشان نتكلم في امور حضراتكم ما تعرفوش عنها اي حاجه. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نستقبل محمد سعيد و يعني تكمله للاحتفالات مع الاعلامي القدير والاستاذ نصر القفاص. ولو حضراتكم فاكرين البيت الكبير خليكم معانا لكن بعد الفاصل.